أيضا الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق. أهلا بك سيد قاصد. هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية وتقتل قيادي رفيع المستوى في حزب الله. ما الخيارات والسيناريوهات التي يمتلكها الآن الحزب للرد على إسرائيل؟ أما الخيارات حقيقة كثيرة، الحزب لا يزال حتى الآن في المستوى الأول من الامتيازات العسكرية الذي يستعملها ضد إسرائيل. لا يزال في الكاتيوشا والطائرات المسيرة الصغيرة، يعني لا يزال عنده 4 جالب من الصواريخ لم تستخدم، عنده باليستية وعنده فرد صوتية وعنده صواريخ مدمرة بكل معنى الكلمة. لكن أعتقد هي الخلل أو المشكلة الحقيقية أن الاستراتيجية السياسية للحزب والمحور خاصة إيران يعني عم بتدفع المستوى العسكري ثمن كبير جدا، لأنه هذا اللي حصل في آخر 4 5 أيام حقيقة يعني لا يجوز أن يترك هكذا. يعني كان الرد يجب أن يكون من اللحظة الأولى التي تفجرت بها آلاف الأجهزة في آن واحد، لأنه واضح أن هذا السيناريو سيناريو عملياتي كبير وهذا سيتبع عمليات أخرى. ولكن ومع ذلك حتى الآن لا نزال ننتظر المستوى السياسي الذي هو حقيقة يعطل المستوى العسكري من حيث الرد. لكن واضح أننا الآن أمام حال بعد هذا القائد الأهم عسكريا حقيقة، رئيس دائرة العمليات في حزب الله، وهو وكانه أيضا هو قائد وحدة النخبة الأهم في حزب الله وهي الرضوان. فهذا استهداف، يعني هذا انكشاف استخباري واضح، ويعني يد طويلة جدا جدا لإسرائيل أن تصل للاجتماعات وتدمر اجتماع ورا اجتماع وتقتل قائد بهذا المستوى. حقيقة يعني هذا الانكشاف يعني صعب جدا صعب جدا أن يستوعب عقليا. لكن نعود إلى السيناريوهات، السيناريو الآن واضح إن إما أنه تصعيدا يراد منه فعلا لحظة لتوقيع صفقة سياسية معينة، وهذا مستبعد بسبب شرطين كبيرين متضادين تماما، شرط إسرائيل وهو عودة السكان إلى الشمال، وشرط حزب الله بأن العودة مرتبطة بوقف الحرب في غزة وعودة أهل غزة إلى مساكنهم. وبالتالي هذا الربط يجعل من المستحيل الوصول إلى سيناريو حلول، سيناريوهات حلول بالمعنى المطلق للكلمة. لكن على الأرجح أنه إحنا أمام تصعيد عسكري كبير، المقاومة يجب أن يكون لديها الرأي وعمل عسكري قريب جدا، وعلى الأرجح سيكون ذلك، ومن ثم تصعيد آخر من إسرائيل. فنحن الآن أمام تصعيد المتدرج إسرائيليا، وستقابل المقاومة بنفس المستوى من التصعيد. يبقى السؤال الكبير، أين إيران مما سيحدث؟ المقصودة هي إيران بكل ما يحدث، صحيح أن الضرب في لبنان والقتل في لبنان وحزب الله والمدنيين، لكن المطلوب رأسه هي إيران أن تأتي إلى هذه الحرب. هل ستأتي أو لا تأتي؟ أعتقد هنا السؤال الكبير. أنا لا أرى إيران مباشرة متورطة في هذه الحرب في الوقت الحاضر، الأرجح أنها ستعزز أو ستسمح أو طيب. ستقوي في التفاصيل. صحيح، في التفاصيل يعني هنالك الكثير من الأخذ والرد، لكن ما هي ربما نوعية الرد التي يمكن أن تمنح حزب الله شكل من أشكال توازن الردع إن صح التعبير مع إسرائيل دون أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة لا نهاية لها؟ يعني وكأن الحزب الآن لا يمكنه أن لا يرد بالتأكيد، ولكن في ذات الوقت لا يريد أن يرد ويقود المنطقة إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، أليس كذلك؟ قد يكون كذلك إذا أردنا أن نبحث عن مبررات حقيقة ونحمل مسؤوليات. لكن عمليا بعد هذه التجاوزات الكبيرة لإسرائيل بأن تقصف مدنيين وتدمر الآلاف وتقتل وتجرح الآلاف وتقتل قيادات وتهاجم عاصمة الدولة، ماذا بقي؟ الرد المتوازن الذي متبع كسياسة عند حزب الله، أن تقصف حزب الله يقصف أهداف استراتيجية إسرائيلية، معناه أن يقصف مدن إسرائيلية رئيسية كما قصفت الضاحية الجنوبية وقصفت حقيقة بيروت نفسها بكل الأحوال. فبالتالي يجب أن يذهب إسرائيل حزب الله إلى ضربات أكثر وجعا وأكثر ألما، استخدام صواريخ. لكن هذا سيستدعي أيضا ردود أفعال إسرائيلية قد تكون أيضا موجعة، ونحن اعتدنا رؤية إسرائيل تمارس هذه الوحشية والتدمير العشوائي سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في جنوب لبنان في الواقع دون رادع. ما الذي يمنعها أن ترد
على أي عمل استفزازي يقوم به حزب الله، على أي رد يستهدف مناطق مدنية بمزيد من العنف. هل صبر حزب الله وعدم رده على تدمير البيجرات، آلاف البيجرات والأجهزة اللاسلكية، منع إسرائيل من تستمر بالتصعيد وتدمر قيادة أو تقتل مجموعة قيادة في مبنى تحت الأرض مدني في بيروت، لم يمنح. إسرائيل لديها استراتيجية واضحة، تريد أن تصعد حتى تأتي إيران المواجهة، ستستمر بذلك. من سيمنع إسرائيل؟ هنا السؤال، هل أحد يضمن أن إسرائيل لن تذهب إلى أبعد؟ الموقف الإسرائيلي المعلن من وزير الحرب ومن رئيس الوزراء ومن رئيس الأركان أننا سنستمر في هذه الحرب إلى أن يعود السكان إلى منازلهم. صحيح. إذا أنت أمام خير، إذا أمامك خيارين لحزب الله، ما فيها مجال يعني للأخذ والرد فيها. إما أن تقبل ويكون على شكل استسلام للأمر الواقع، أو أنك فعلا تستمر بالرد وترد ردا عسكريا مناسبا. لا يجوز أن تبقى يعني الآن في تأثيرات نفسية، في تأثيرات معنوية، سواء كان على المقاتلين في حزب الله أو على بيئة المقاومة كلها، حتى المقاومات الأخرى، حتى كل المجتمع اللبناني وحتى العرب. فبالتالي هناك أبعاد أخرى، يعني يجب أن لا نبقى إحنا برضو يعني مضطرين أن نلتزم بشروط إسرائيل. صحيح، لكن حزب الله وعلى مدار الشهور الماضية منذ 7 أكتوبر رسم وفرض على إسرائيل ربما شكل من أشكال قواعد الاشتباك ودفعها إلى الالتزام بها، ومنذ الشهر الماضي لم تعد قواعد الاشتباك هذه قائمة، تحديدا منذ يعني تمكنت إسرائيل من إحداث هذا التدمير الواسع في غزة، وقالت الآن أنا تفرغت للجبهة الشمالية وبدأت بخرق قواعد الاشتباك واحدة تلو الأخرى، اغتيال فؤاد شكر، قصف الضاحية الجنوبية، توسيع عمليات القصف عبر الحدود. ما الذي يمنعها من الذهاب أبعد من ذلك؟ هي ذاهبة. إذا بقي حزب الله ومحور المقاومة على هذه الحالة من الصبر السياسي وإعطاء مدى أطول، ستستمر إسرائيل بالتصعيد وستختار أهداف أخرى، وستقصف هنا وهناك، وقد تقصف اليمن. وحقيقة لأنه واضح أن الآن هدفهم الرئيسي، مركز الثقل، هو جنوب لبنان. صحيح. وسيستمروا بالقصف ويستمروا باختيار أهداف دون رادع، لأنه لا يوجد أي عامل يردع إسرائيل. أعتقد إسرائيل تاريخيا نحن نفهم لا يردع إسرائيل إلا الحديد والنار والدم. إسرائيل دولة هكذا هي. صحيح صحيح، أنا أتفق معك فريق قاصد، لكن ما أسألك عنه هو موقف حزب الله بالمعنى العملياتي. يعني محور المقاومة الذي نتحدث عنه اليوم مكون كرأس حربة كما ذكرت من حزب الله ومن الحوثيين. إيران أعلنت يعني مرارا على شكل رسائل مبطنة وأخرى بشكل يعني تصريحات دبلوماسية أنها لا تريد للمنطقة أن تنزلق إلى حرب إقليمية. سوريا هي خارج المعادلة منذ 7 أكتوبر، وبالتالي من بقي فقط ليقاوم ويقاتل هو حزب الله. هذا صحيح من نظريا صحيح، لكن هذه المواقف الإيرانية هل ستبقى على حالها؟ المفروض أن تتحرك، هذا شيء طبيعي جدا. قد لا تأتي مباشرة وتقصف إسرائيل، لكنها ستعزز وستحرك جبهات أخرى. قد يعني سوريا التي تعتقد أنها يعني لا ليست قابلة للحركة، قد تحركها إيران. هناك 10,000 المقاتلين الإيرانيين موجودين في سوريا، وهناك صواريخ إيرانية موجودة في سوريا، بالتالي إمكانيات سوريا والحوثيين والعراق أيضا موجودة. ثم أن حزب الله كما ذكرت لا يزال 90% من قوته الاستراتيجية القاذفة المدمرة، الصواريخ والطائرات المسيرة أيضا لا تزال لم تستخدم بعد. لا يزال حزب الله في المربع الأول في الكاتوشا والطرات الصغيرة، لديه إمكانيات حزب الله. المشكلة مرة أخرى يعني هذا الصبر لا يأتي بنتائج، فأنت يعني الصبر عم بيجيك بتتسبب بإعطاء فرص ووقت وإمكانيات لإسرائيل أن تضرب أكثر وتقتل أكثر وتزهو بذلك وتعلن بشكل واضح حقيقة، وهذا نجاح، خصوصا أنه هناك انكشاف استخباري واضح، يعني واضح أن إسرائيل متغلغلة في عمق المواقع والقيادات في حزب الله، وهذه مشكلة حقيقية. فأنت الآن على الأقل يجب أن تعيد بعض الروح إلى الروح العسكرية وإلى المجتمع المقاومة الموجود، بأن يجب أن نرد. إذا لم يكن هناك رد على الأقل يكون هناك في إنذار
ووقت محدد ساعة ساعتين 5 10 أنه يجب أن يكون هناك في موقف أو سنرد. علما هذا غير مقبول عسكريا لأنه أيضا سيكشف الخطط. الفكرة هنا أنه إحنا أمام حالة غامضة، يعني موقف الأمين العام كان أيضا أعطى الأمور غموض، وهذا يعني يجعلنا نفكر جديا حقيقة أن القادم مختلف عن السابق. هاي الأربع أيام ما سنشهد اعتبار من هذه الليلة سيكون مختلف من قبل حزب الله في البداية، لكن مرة أخرى أقول لك إذا تطورت الحرب إلى إقليمية، لماذا نفترض أن إسرائيل هي الكاسب؟ لماذا لا نعتقد أن إسرائيل الخاسر الأكبر وأمريكا هي الخاسر الأكبر؟ هي المشكلة يعني الحقيقية. هنالك مواقف عربية سيد قاصد لابد من أخذها بعين الاعتبار، الموقف الأردني، الموقف المصري، الموقف السوري، وكذلك مواقف الدول العربية الأخرى. يعني الموضوع أيضا له إشارات كثيرة وكلها تذهب باتجاه عدم رغبة الأطراف في الدخول في أي حرب مع إسرائيل، يعني من أجل الدفاع عن حزب الله. هنالك تصريحات واضحة من بعض الأطراف تقول بواقع الحال هذا. ولا أعتقد أن حزب الله عنده أي بناء على هذه الفرضية. حزب الله جزء من محور المقاومة، لديه إمكانيات الاستراتيجية العسكرية القوية جدا، ولديه محور مقاومة. هذا هو، أنت مصمم كمحور مقاومة لتواجه إسرائيل، فبالتالي هذه اللحظة هي اللحظة أنت موجود لهذه الغاية، وإسرائيل يعني جايتك على بيتك، مشترك لك أي فرصة، عم تضرب كل يوم، عم تقتل وبتجرح بالآلاف، عم تدمر وعم تقتل يعني الروح معنوي، فبالتالي يعني مزيد من الصبر لا يسمح. هذه الدول أعتقد أيضا حتى هذه الدول لن تبقى في هذا المربع. هذه الدول عندما تشعر بالخطر، الخطر قادم. إسرائيل إذا تمكنت من غزة ثم تمكنت حزب الله. أعتذر على المقاطعة سيد قاصد، شكرا جزيلا لك. نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق حدثني من عم